عيش نهار تسمع اخبار. الاخبار الجديده اليوم هو ان الجزائر بدات كتنشر صواريخ مدمره على حدودنا الحدود ديال مع المغرب، خصوصا على مستوى تندوف. ولاية تندوف بدات كتحط لنا شي صواريخ من طراز الربيع. هذا ما اللي قالت لنا الصفحات الجزائرية، بعض الصفحات الخاصة وكذلك بعض الصفحات الكبيرة ديال بعض المؤسسات الإعلامية، أن الحرب قريبة والجزائر بدأت تتهب، وهذا الشيء كله ردا على التنسيق العسكري والأمني مع إسرائيل. غادي نشوفوا القصة الكاملة والقصة الحقيقية لهذه الحويجات كلها، ودائما كما عودناكم بالدليل والحجة، إضافة إلى بعض الأخبار والتعليقات الأخرى. تبعونا من الأول حتى الآخر، إلى عجبكم هذا المحتوى ديالنا ما تنسوش جيم وكذلك المشاركة ديالو مع الأصدقاء ديالكم. مشينا مع محمد السباحي. قبل ما نبداو معكم تفاصيل هذه الحلقه، عجبتني واحد التدوينه ديال نواف مسفر بن هلال اللي هو صحفي كويتي، قال لهم امريكا تعيد جمجمه التمساح الى احد الدول التي لم تفرط فيها. اعرف دوله جماجم شهدائها 18,000 جمجمه معلقه للعرض في متحف فرنسي وما قدرت تاخذها، وهي مثل البومه طالع وهي ساكتة. وللأسف الشديد نزيدكم بأن هذه الدولة اللي عندها هذه الجماجم في فرنسا لا تطبع مع فرنسا، والشعب ديالها يطلب بكثرة الجنسية الفرنسية، ومن اللي جا عندهم الرئيس ديالها كيبوسوا ليه للدين. اللي عرف معنا هذه الدولة يكتبها في التعليق لتحت، وله الشكر الجزيل. كذلك واحد المعارض إيطالي حسب ما منشور هو في الجزيرة كما كتشوفوا معنا، سميتو ماثيو سالفيني، قال النظام الجزائري باع لنا الغاز بنصف سعره وأبرم صفقات مع عدة شركات إيطالية، وهذا كله من أجل أن تسكت إيطاليا عن جرائم النظام الجزائري في حق شعبه. ما قلت والو، راه البراني اللي قالوا، راه قلنا لكم الاول قالها كويتي والثاني قالها ايطالي، حنا المغاربه راه ما قلنا شيء. الله يرحم لكم الوالدين باش ما تقولوناش شي حاجه ما قلناهاش. نمشيو للتفاصيل ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم، لنا باش نرجعوا لذاك الاستعراض اللي كانت دارت لنا الجزائر هذه واحد جوج سيمانات بمناسبه ذكرى الاستقلال المزيف الجزائري. انا تخلعت تزعزعت، قلت واه هاتي القوة الضاربة عندها غير هاد الخردة، صافي كاينة شي حاجة ماشي هي هذيك. يا إما روسيا كتقول بها وكتبيع لها الخردة، وشفنا جبدنا لكم فيديوهات سابقة ومقارنة بين الأسلحة اللي تم عرضها وكذلك المعدات، وبأنها قديمة هي من تاريخ الستينيات والسبعينيات، أو أن الجزائر عندها ستوك ديال السلاح ديالها الحقيقي اللي ما بغاتش توريه لينا وبغات تبيعنا العجل. كتخرج اليوم مجموعه من الصفحات الجزائريه، ها هما كما كتشوفوا ماشي وحده ماشي جوج ماشي ثلاثه، كينشروا لنا هاد الصوره اللي هي عباره عن صوره ديال صاروخ مدمر، يقولون على انه تم نصبه على مستوى تندوف اتجاه المغرب. انا تخلعت وقلت واه الجزائر عندها هاد السلاح كله وما وراتوش لنا في الاستعراض، يعني هاد الناس كيضحكوا علينا وبيعونا العجل. من بعد قلت علاش هاد الشيء كله، علاش غادي يدخلوا الحرب مع المغرب. هاد الصفحات نفسها قال لك ردا على التنسيق الامني والعسكري مع اسرائيل، قول بحال تقول انت راه هما في حرب مع اسرائيل، وبان اسرائيل ديما كتهاجموا، مع انني ما عمرني ما شفت شي مسؤول اسرائيلي من الدوله الاسرائيليه انه تهجم على الجزائر او تكلم على الجزائر او انه عارض الجزائر. فقط الجزائر بوحدهم كيتركلوا وكي بحال عرفتي بحالاش بحال شي واحد مجهول ما كيعرفوا حتى شي واحد مغمور، وبدا كيتشد وكيتساب هو وشي نجم، يعني كيعير شي نجم في الفيديوهات في التيك توك، هاد اللعيبات راكم عرفتوها، باش هذاك النجم يرد عليه باش حتى هو كيكبر.
الجزائر كتحس راسها انها كتلعب مع الكبار و كتعارض الكبار وان اعدائها كبار، في حين ان اسرائيل والله ما مسوقه لكم ولا تكلمت عليكم، العدو الحقيقي ديالكم راكم عارفينه، ولكن تحبون ان تتغاضوا على هذه الامور كلها. ملي جينا بحثنا على هاد الصور، واش فعلا الجزائر اليوم كتنشر المدرعات ديالها وتنشر صواريخ ديالها الخطيره استعدادا لضرب المغرب والحرب قريبه؟ نظرت سيدي جريده الحره قناه الحره عندها جريده ديالها في الانترنت، ويا تمشي تبحث في هاد الصور والتاريخ ديال هاد الصور والحقيقه ديال هاد الصور. كتبت لنا هاد الحره النتيجه ديالها التحقيق ديالها وبدء نصب صواريخ جزائريه على حدود المغرب مع قصه الاليات العسكريه الثقيله. كما كتشوفوا معنا في التاريخ ديال المقال هو البارح 25 يوليو 2022، ملي كندخلوا المقال ونشوفوا واش هذا الشيء بصح ولا لا. بعد ايام على اعلان المغرب واسرائيل تعزيز تعاونهما العسكري، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تظهر بدء الجيش الجزائري نصب صواريخ مدمرة في جنوب غرب البلاد، فيما يوحي بأنه رد على هذه الخطوة كما قلنا لكم. ويظهر في الصورة المتداول ما يبدو أنها آليات عسكرية ثقيلة، وجاء في التعليقات المرافقة على موقع فيسبوك وتويتر بدء نصب الصواريخ المدمرة في تندوف. لكن الصورة في الحقيقة ملتقطة قبل سنوات ولا شأن لها بالجزائر. وبحسب ما توصلت إليه فرانس بريس، ظهرت هذه الصورة مع هذا الادعاء في 23 يوليو الجاري، وقبل أيام من ظهور هذه المنشورات، وتحديدا في 20 يوليو أعلن المغرب وإسرائيل تعزيز تعاونهما العسكري وكذا وكذا. يعني هذه الصور ما منها والو. وهنا رجعت الفرضية الأولى، وهي أن وراء عندكم غير الخردة، كنا كنسحابكم فعلا عندكم شي مدمرات وعندكم شي صواريخ، ولكن الله يرحم ليها الوالدين هاد الحره وفرانس بريس انهم داروا لونكيت ديالهم ولقينا بانه داكشي اللي وريتونا في هذاك الاستعراض العسكري هو اللي كاين. عارض الله واش اللي دخل حرب مع العافيه وبدا كيطفي بها كما كتشوفوا معنا بالبالا، كيطفي الجيش كيطفي العافيه بالبالا، واش هذه دوله عندها تمتلك مثل هذه الاسلحه الخطيره جدا؟ واليوم كذلك هذا الجيش الذي تتكلمون عنه العساكر ديالو داروا واحد الحمله، وهما كما كتشوفوا كيصيفطوا الصور ديالهم للامير ديزاد كيقولوا باننا حنا محقورين اخويا يا امير، كاين ربي، وبالتري ديالهم باللبسه ديالهم، وكذلك شوفوا الاكل ديالهم اشنو كياكل. واش هذا هو العسكر؟ هذا هو الجيش الشعبي الجزائري ديال الدولة العظمى والدولة القاهرة؟ ملي كنجيو كنشوفوا هذه الجزائر، علاش نتوما معادين مع المغرب؟ علاش معادين مع اسرائيل؟ ما كاين لا مغرب لا اسرائيل لا سطح مصر. لو كنتم معادين مع المغرب لانه مطبع ومعادين مع اسرائيل، الا كن نفس الحال كتقولوه على تركيا. كنشوفوا تركيا كما كتشوفوا معنا في هذه الصور، صور مختلفه لمسار رجل يحكم تركيا تقول عنه الجزائر بانه الحليف الاول لتركيا في الدول الاسلاميه والمسلمه. اردوغان ها هو في لقاءاته، يعني عبر تاريخه ومشواره السياسي على راس الدوله التركيه، كيتلقى بالمسؤولين الاسرائيليين ويشترك معهم الانخاب، يعني النخب الشراب كيشربوا معاهم. ولم نسمع للجزائر او للجزائريين او للصحافه الجزائريه انها نددت بهذا التطبيع التركي الاسرائيلي. يعني النفاق 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 ديال بصح. خوتنا راه مازال عندنا في العشيه واحد اللقاء اخر، ما تنساوش الدعم ديالنا بابوني اشترك تفعيل الجرس، الى ان نلتقي في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.